نشرة مفصلة من الميادين، أهلا بكم. وفي عناوينها: انتهاك صارخ لسيادتهما، عدوان أمريكي مزدوج على سوريا والعراق. ومصدر أمني في المركز الاستشاري الإيراني في سوريا يقول للاعتداء تداعيات وخيمة على وضعية القوات الأمريكية في المنطقة. وبايدن يقول إن واشنطن لا تسعى إلى صراع في الشرق الأوسط، ومصادر أمنية عراقية تتحدث عن هجوم لعناصر داعش على الجيش والحشد الشعبي غربي الأنبار تزامنا مع الاعتداء الأمريكي. غارات أمريكية بريطانية تستهدف فجرا شرق مدينة صعدة في اليمن وصنعاء، تعلن قصف أهداف إسرائيلية محددة في أم الرشراش بالصواريخ الباليستية. وفي غزة خسائر كبيرة لقوات الاحتلال في محاور الاشتباك، والعدوان الإسرائيلي يدخل يومه 20 بعد 100. وفي الضفة مقاومون يتصدون للاحتلال في طوباس ومخيم بلاطة بالرصاص والعبوات. بسم الله الرحمن الرحيم. هنية والنخالي يؤكدان شروط المقاومة لوقف إطلاق النار في غزة، تبدأ بوقف العدوان وانسحاب جيش الاحتلال وصفقة تبادل متكاملة. وفي لبنان المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مبنى في مستوطنة أفيفيم وموقع رويسات العلم مرتين، وتؤكد وقوع إصابات في جنود الاحتلال. لليوم 20 بعد 100 للعدوان على غزة، نفذ بالتزامن عدوان أمريكي على الأراضي السورية والعراقية في وقت نفذت فيه القوات الأمريكية والبريطانية عدوانا جديدا على اليمن. هذا في وقت أكدت فصائل المقاومة أن هذه الاعتداءات لن تثنيها عن الاستمرار في الدفاع عن فلسطين ومقاومة غزة. وللمزيد ينضم إلينا من حلب مراسلنا رضا الباشا، كما ينضم إلينا من بغداد مراسلنا صلاح الخزاعي. نبدأ معك رضا في الاستهدافات الأمريكية والعدوان الأمريكي على الأراضي السورية، أبرز الاستهدافات وكيف يبدو المشهد صبيحة هذا اليوم مع إعلان الطرف الأمريكي بأنه سينفذ ضربات إضافية وستكون هذه الحملة طويلة لتمتد لأيام؟ نعم، بنا فعلا هذا الهجوم أو هذا الاعتداء الأمريكي يعتبر هو الاعتداء الأضخم لأمريكا على الشرق السوري تقريبا منذ سنوات، ولكن بطبيعة الحال المواقع المستهدفة هي مواقع كانت قد استهدفت سابقا من قبل الطيران الأمريكي أو حتى من قبل الاعتداءات الإسرائيلية التي كانت تجري في تلك المناطق. نحن نتحدث عن عدوان طال قرابة 20 موقعا في شرق سوريا، امتدت المواقع التي طالها العدوان من مدينة دير الزور داخل مدينة دير الزور وصولا إلى مدينة الميادين في الجهة الشرقية إلى البوكمال عند الحدود السورية العراقية. ولعل أبرز الأماكن المستهدفة هي مزارع الحيدرية، مدينة البوكمال، مدينة الميادين، وحيد مطار دير الزور العسكري، قلعة الرحبة في بلدية الميادين، إضافة إلى معسكر الساعقة الذي يعتبر المعسكر الذي تعرض للغارات الأعنف خلال العدوان مساء يوم البارحة. ولكن بطبيعة الحال نبدأ نشير بأن المصادر أكدت بأن هذه مغالبية هذه المناطق المستهدفة كانت قد أخليت في فترة سابقة، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتحدث عن أنها ستنفذ هذا العدوان منذ أسبوع، وهي فترة كانت كافية لسواء المقاومة أو حتى الجيش السوري والقوات الرديفة لإعادة الانتشار في المنطقة بشكل كامل. العدوان استمر ما يقارب 40 دقيقة ونفذ خلال 7 طائرات حربية إسرائيلية أمريكية رصدت في أجواء محافظة دير الزور، إضافة إلى وجود 6 طائرات استطلاع قاذفة للصواريخ، إضافة إلى وجود القاذفة الاستراتيجية الأمريكية.
واحد التي كانت تشارك في هذا العدد. ويمكن أن نقول أن الأجواء الآن هادئة تماما في دير الزور، بحسب ما علمنا بأن الآن يتم محاولة معرفة حجم الأضرار التي نتجت عن هذا العدوان، ولكن يمكن أيضا أن نقول بأن الخسائر ستكون بحدها الأدنى. كما أشرنا هذه المناطق كان قد أعلن سابقا بأنها بأن الجيش السوري والقوات الرديفة وحتى فصائل المقاومة قد أذلت معظمها، وغالبية هذه المواقع كانت خالية سواء من التعداد البشري أو حتى العدد. ولكن أيضا دينا فقط نقطة مهمة، أثناء تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية لعدوانها على الشرق السوري صابت أيضا فصائل المقاومة بقصف قاعدة حقل الكونيكو للغاز في ريدير الزور الشرقي، وقامت بقصف هذه القاعدة على دفعتين متتابعتين، الأولى أثناء تنفيذ العدوان والثانية بعد تنفيذ العدوان بأقل من 10 دقائق. وربما في هذا رسائل كثيرة وكبيرة. هذا المشهد في سوريا، المشهد على الطرف الآخر والجهة الأخرى التي نفذ فيها العدوان الأمريكي في الأراضي العراقية، صلاح الخزاعي، كيف بدا المشهد أثناء تنفيذ وما بعد تنفيذ هذا العدوان على الأراضي العراقية؟ ماذا عن المعطى الذي يتحدث عن أنه داعش أيضا نفذت هجمات ضد القوات الحشد الشعبي ونقاط للحشد الشعبي بالتزامن مع الاعتداء الأمريكي لو سمحت؟ صباح الخير دينا لك والمشاهدين. بعد تنفيذ الاعتداء على يعني أهداف في ألقاء المعكاشات على الحدود العراقية السورية، صدر من السلطات العراقية من القيادة العامة للقوات المسلحة بيان أكد أن هذا خرقا للسيادة العراقية وأنه يقوض جهود العراق نحو التهدئة في المنطقة، وبالتالي هذا يعني سينعكس على طبيعة المفاوضات التي تعمل الآن لجنة عسكرية مشتركة عراقية أمريكية على تقييم حالة وجود قوات التحالف الدولية الموجودة في العراق، والتي يفترض من مهامها أن يكون تقديم الاستشارة والدعم للقوات الأمنية العراقية، ولكنها الآن بدأت تأخذ مسار آخر في طبيعة هذه العلاقة. حتى الآن لم يصدر رسميا سوى هذا البيان الذي يعني صدر من القيادة العامة للقوات المسلحة، بانتظار المزيد من البيانات الرسمية لتوضيح طبيعة ما بعد تنفيذ هذه الاعتداءات، إذا ما كانت ستستمر هذه المفاوضات، وإن كان هذه الاعتداءات ستكون ورقة ضاغطة على يعني على الذين يسعون إلى استمرار وجود هذه القوات تحت ذريعة وعنوان الحاجة لوجودها. أيضا يعني بالنسبة إلى الإحصاءات للأضرار التي حصلت، الأهداف كان واحد منها هو يعني مخزن للعتاد، حتى الآن لم يصدر أيضا يعني رسميا حصيلة سوى من بعض المصادر الأمنية دينا إلى ارتقاء شهيدين، وبالتالي نحن ننتظر ما سيصدر رسميا. أيضا فيما يتعلق بأنباء الهجوم على نقاط للحشد الشعبي والجيش في منطقة الكيلو 160 على الطريق السريع بين الرمادي والرطبة، هذه المنطقة هي منطقة مفتوحة يعني من الطريق السريع وحتى الحدود، صحراء كبيرة شاسعة تتمركز فيها بعض الخلايا لتنظيم داعش المسلح، ولكن حتى الآن لا مصدر رسمي تحدث عن حدوث هذا الهجوم فعلا. نعم، ولكنه صلح. يعني مقومات وجود هذا الهجوم على اعتبار أن المنطقة مفتوحة وأن نقاط عديدة تحرس هذا الطريق وتؤمنه يعني مئات الكيلومترات الممتدة في الصحراء. نعم دينا، شكرا جزيلا لك الزميل صلاح الخزاعي مراسلنا بغداد. هذا الشكر موصول للزميل رضا الباشا كان معنا من حلب. إلى ذلك، نقلت وكالة يونيوز للأنباء عن مصدر أمني في المركز الاستشاري الإيراني في سوريا قوله
إن الاعتداء على العراق وسوريا هو انتهاك صارخ للسيادة وعدوان ضد أراضيهما. المصدر حذر بأن تداعيات الاعتداء ستكون وخيمة على وضعية القوات الأمريكية بالمنطقة وسيجلب المزيد من ردود الفعل على السلوك العدواني. المصدر أكد كذلك أن حكومتي البلدين لن يقبلا أي احتلال أو اعتداء على أراضيهما، وأن الاحتلال الأمريكي في كلا البلدين يعمل لمصالحه الأمنية ولمصلحة إسرائيل. وشدد المصدر كذلك على أن الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل فصائل المقاومة العراقية والسورية أفشلت الخسائر المتوقعة في الاعتداءات مجددا أنه ليس لقوات حرس الثورة الإسلامية وقوة قدس أي مراكز أو قواعد أو سكنات أو منشآت في سوريا أو في العراق. من جهته حذر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول من أن نتائج العدوان الأمريكي ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة. وفي بيان قال رسول إن الاستهدافات الأمريكية تعد خرقا للسيادة العراقية وتقويضا لجهود الحكومة العراقية، وأشار إلى أن هذا العدوان هو تهديد يجر العراق والمنطقة إلى ما لا تحمد عقباه. إلى ذلك دعا الأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو ألاء الولائي البرلمان العراقي إلى استجواب وزير الخارجية ومساءلته عن إجراءاته في العدوان الأمريكي، في سماح بلدان الأردن والكويت والسعودية باستخدام الاحتلال الأمريكي لأراضيهم في تنفيذ الاعتداءات الأخيرة على العراق والتي خلفت عددا من الشهداء والجرحى بين صفوف قوات الكتائب. الولائي أكد الاستعداد إلى تقديم أدلة تثبت ذلك. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أنه بناء على أوامره شنت القوات الأمريكية هجوما على أهداف في منشآت داخل العراق وسوريا يستخدمها حرس الثورة في إيران ومن وصفها بالجماعات التابعة له لمهاجمة القوات الأمريكية. وفي بيان قال بايدن إن الرد الأمريكي سيستمر في الأوقات والأماكن التي نختارها، وأشار إلى أن واشنطن لا تسعى إلى الصراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم، وتوعد من يسعى إلى إلحاق الأذى بالولايات المتحدة بحسب تعبيره بالرد على ذلك. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية استهداف أكثر من 85 هدفا مستخدمة عديدا من الطائرات التي تشمل قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة. وفي بيان قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الغارات استخدمت أكثر من 125 مقذوفا من الذخائر الدقيقة، وأشارت إلى أن المنشآت المستهدفة في سوريا والعراق شملت عمليات القيادة والسيطرة ومراكز الاستخبار والصواريخ والقذائف ومخازن المسيرات والمرافق اللوجستية وسلسلة توريد الذخيرة للمجموعات التابعة لحسب الثورة في إيران بحسب ما تحدثت القيادة المركزية الأمريكية. رأى رئيس القيادة الوسطى الأمريكية مايكل كوريلا أن فيلق قدس التابع لحرس الثورة في إيران يشكل تهديدا مباشرا لأمن بلاده. وفي بيان نشره موقع القيادة الوسطى في موقع إكس أشار كوريلا إلى أن الفيلق والجماعات المرتبطة به يشكلون تهديدا مباشرا لاستقرار العراق والمنطقة وأمن الأمريكيين وفق تصريحاته، وأضاف أن بلاده ستفعل كل ما هو ضروري لحماية مواطنيها وتقديم من يهدد سلامتهم إلى العدالة. إلى ذلك أشارت مصادر الميادين إلى أن الغارات الأمريكية في سوريا تركزت في محافظة دير الزور وطالت مواقع في مدينة دير الزور وريفها ومدينتي الميادين والبوكمال. وبحسب هذه المصادر فإن الاستهداف شمل مواقع في بلدة الهري ومعبر السكك والهجانة في البوكمال على الحدود مع العراق، كما طال حي الحمدانية وصوامع الحبوب ومحيط مزار عين علي في الميادين. هذه المصادر أكدت أن معظم المواقع التي استهدفت كانت قد أخليت بالكامل قبل العدوان. الأمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي كان أكد أن أي استهداف أمريكي سيواجه برد يوافقه. وفي بيان أكد الكعبي أن قرار المقاومة الإسلامية في العراق عراقي وأنها مستمرة في قرارها حتى وقف العمليات على غزة وخروج الاحتلال الأمريكي من العراق. كذلك أعرب عن احترامه وتقديره لقرار كتائب حزب الله تعليق عملياتها وثمن تضحياتها.
ونبقى في العراق، حيث قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إن الأعداء لا يفقهون معنى استعدادنا للتضحية، وأشار إلى أن التهديد بالقتل والموت والاستهداف لا يرهب العراقيين. هذا الموقف للفياض جاء خلال حفل توزيع جوائز مصابقة سليمان العالمية للأدب المقاوم تحت اسم الشهيد مهدي المهندس، حيث تنافست فيها الأعمال في مجالات الرواية والقصيدة العمودية والقصة والفيلم القصير، وفازت الروائية الفلسطينية رشا شفيق فرحات بهذه الجائزة أو بالجائزة الأولى في الرواية. سنوي كل في كل سنة بمناسبة استشهاد بنفس الزمن استشهاد القائد سليماني أبو مهدي المهندس تتوزع الجوائز على الفائزين بهالمسابقات الأدبية الأدب المقاوم يعني. إن شاء الله علامات النجاح ستغيظ الأعداء وأيضا ستمد الأدب المقاوم المثقفين المقاومين. هذه الجائزة هي جائزة الأدب المقاوم، جائزة عالمية يفترض بها، وأن تفوز بها شخصية فلسطينية أديبة فلسطينية في غزة المحاصرة اليوم والمعتدى عليها، هي تعطي بعدا مهما جدا وبعدا إضافيا، تمثل جسرا ما بين مفهومي المقاومة والأدب، وهذا جسر حتما يمثل علامة مهمة في حياتنا الإنسانية، في حياتنا الثقافية، أيضا في حياتنا الجهادية. إلى اليمن، حيث أدان القيادي في حركة أنصار الله علي القحوم العدوان الأمريكي على سوريا والعراق. وفي منشور في منصة إكس قال القحوم إن النظام الأمريكي يثبت بهذه التحركات العدائية أنه نظام استعماري إجرامي يمارس الإرهاب، وأكد وقوف صنعاء وتضامنها مع كل الأحرار والشعوب الرافضة للولايات المتحدة وإسرائيل، كما أكد مضي صنعاء بالوقوف إلى جانب حركات المقاومة في سوريا والعراق وفلسطين. أكدت أو نبقى في اليمن، حيث أكدت قناة المسيرة اليمنية تعرض محافظة صعدة لثلاث غارات جوية فجر اليوم في اعتداء أمريكي بريطاني جديد على اليمن. وكانت القوات الأمريكية البريطانية نفذت 7 غارات على منطقة الجر في مديرية عبس بمحافظة حجة شمال غربي اليمن. من جهتها، نقلت وسائل اعلام اسرائيليه عن وزاره الامن قولها ان منظومه حتس اعترضت صاروخ ارض في البحر الاحمر كان في طريقه الى الاراضي المحتله. القوات المسلحه اليمنيه كانت اعلنت استهدافها منطقه ام الرشراش ايلات جنوب فلسطين المحتله بعدد من الصواريخ الباليستيه. المتحدث باسم القوات المسلحه اليمنيه العميد يحيى سريع قال ان العمليه تاتي اسنادا للشعب الفلسطيني. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض حتى هذه اللحظة للعدوان والحصار، نفذت القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى عملية عسكرية ضد أهداف محددة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية. تؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تنفيذ واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وذلك استجابة لنداءات شعبنا اليمني الحر ونداءات كل الأحرار من أبناء أمتنا العربية والإسلامية. إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الصهيوني في البر والبحر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. أما الآن إلى غزة وآخر تطورات العدوان المستمرة على القطاع لليوم 20 بعد 100. مراسل الميادين في غزة قال إن جيش الاحتلال نسف مربعا سكنيا كاملا وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع، مؤكدا ارتقاء 15 شهيدا جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي 3 منازل في رفح ودير البلح جنوبية ووسط قطاع غزة. و
وفي هذه الأثناء تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال في محاور الاشتباك. كتائب القسام أعلنت الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا من مسافة صفر في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة، وإيقاع 3 دبابات ميركافا في كمين مركب، واستهدفتهم بقذائف الياسين 105 وعبوات شواظ. وكان مراسلنا قد أفاد بوقوع مواجهات ضارية في محاور مدينة غزة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، لا سيما في محيط الصناعة وشارع الشهداء جنوب حي الرمال. سرايا القدس من جانبها أعلنت استهداف قوة إسرائيلية من 10 جنود كانت متحصنة في منزل في حي الأمل بمدينة خان يونس، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. وعرضت سرايا القدس مشاهد من استهداف برج مراقبة وتجمعات لجنود الاحتلال خلف السواتر الترابية بالأسلحة الرشاشة شرق جباليا شمال قطاع غزة. وفي إطار اعتداءاتها المتواصلة على المقدسات وعدم احترامها لأي قوانين دولية أو إنسانية، تستمر قوات الاحتلال في عملياتها الانتقامية من الفلسطينيين في قطاع غزة، ويعمد جنودها على توثيق جرائمهم والتفاخر بها. هذا المقطع الذي نشره جندي في جيش الاحتلال يظهر تفجير مسجد تميم الداري في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، رغم أن المسجد كان خاليا ومتضررا بفعل القصف الإسرائيلي. ومع تفاقم الأزمة المعيشية في شمال غزة وانقطاع الطحين، تعتمد بعض الأسر النازحة لتوفير قوت يومها تعتمد على وسائل بسيطة، لا سيما لإعداد الخبز المكون من الشعير والذرة. محمود العواضية زار إحدى الأسر في شمال غزة واطلع على أحوالها وكيفية إعدادها للخبز. نحن هنا في شمال قطاع غزة، تحديدا في أحد مراكز الإيواء. سنحاول التعايش مع هذه الأسرة، نريكم ماهية الحياة اليومية في ظل ترديها وفي ظل الوضع السيء الذي تعانيه الأسر في شمال قطاع غزة مع انقطاع الدقيق الأبيض ولجوئهم إلى طحن شعير الدواب. ما فيش حبة قمح، فاضطريت يعني نحط زيادة شعير، يعني تعال شوفوا مش راضي، بنعجنش بتقطعش. هنا في شمال غزة في أحد مراكز الإيواء تسعى تلك السيدة إلى إعداد وجبة الفطور من خلال عجن هذا الطحين، والذي هو عبارة عن مادة الشعير في ظل غياب إدخال الدقيق الأبيض إلى شمال قطاع غزة. تلتين شعير وتلت قمح تقريبا، لأنه الشعير لحاله ما بينعجن معنا بالمرة، يعني بنحط عليه شوية قمح على أساس يمسك، حين الشعير ما مسكش بالمرة، يعني حاولنا نعجنه ما مسكش معانا، ضرينا نحط عليه يعني شوية قمح. في شمال غزة معدوم كل شيء، ما فيش يعني وجود، فنضطر نستخدم أي شيء نعمل منه قهوة، حتى يعني بن رضيء جدا بنضطر لطحنه وخشن نطحن يدوي عندنا حتى نشرب أو ندوق يعني طعم أو نوع من طعم القهوة. هي مش قهوة في الأصل يعني، لكن بدنا أي شيء بديل، زي ما استبدلنا اللي هو الطحين الأبيض بالذرة وبالشعير بأكل دواب، نستبدل أي شيء بدل أي شيء. إذن هي محاولات للبقاء على قيد الحياة هنا في شمال قطاع غزة. محمود العوضية، شمال غزة، الميادين. أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن وضع الأطفال في غزة يزداد كآبة يوما بعد آخر،
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة إن العالم لا يمكن أن يتخلى عن هؤلاء الأطفال. وقدرت منظمة اليونيسف أن 17 ألف طفل في غزة أصبحوا من دون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم منذ بدء العدوان الإسرائيلي. هذه المنظمة أشارت إلى أن جل الأطفال تظهر عليهم أعراض القلق المستمر وفقدان الشهية وعدم القدرة على النوم، إضافة إلى نوبات خوف من جراء القصف. معرفة مصير هؤلاء صعب جدا. نحن على اتصال بالعديد من الأطفال من خلال شركاء آخرين، ونحن كيونيسف لا نقدم لهم خدمات الصحة العقلية فحسب، لكننا نحاول التأكد من إمكانية التعرف على هؤلاء الأطفال وتتبع مسارهم. في بعض الأحيان يأتي طفل يرافقه شخص ما إلى المستشفى، إما لأنه صغير جدا أو لأنه تحت الصدمة لدرجة أنهم لا يستطيعون قول أسمائهم، وهذا يجعل مسألة التتبع أمرا غاية في الصعوبة. اليونيسف تحاول مع شركائها تقديم المساعدة لبعض الأطفال، لكن حجم الاحتياجات هائل جدا. على سبيل المثال، لدينا الكثير من التحديات للوصول إلى شمال غزة، ونحن لا نعرف فعلا عدد الأطفال المنفصلين عن أهلهم هناك، ولهذا السبب نحن بحاجة إلى وقف لإطلاق النار لفترة طويلة من أجل توفير البيئة والظروف اللازمة لإعادة تجميع هؤلاء الأطفال ومحاولة ربطهم بعائلاتهم وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم. وإلى الضفة الغربية، حيث تصدى مقاومون مجددا لمحاولات الاقتحام المتكررة من قبل قوات الاحتلال لمدن الضفة ومن بينها مدينة طوباس ومخيم بلاطة في نابلس. وقد استهدف مقاومون جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار في مخيم بلاطة قبل انسحاب هذه القوات من المخيم ومدينة طوباس. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال صباحا مخيم دهيشة في بيت لحم. إلى ذلك، أعلنت كتائب شهداء الأقصى شباب الثأر والتحرير في مخيم بلاطة تصدي مقاوميها لمحاولات الاحتلال اقتحام المخيم. وفي بيان، أشارت الكتائب إلى اشتباك مقاوميها مع قوات الاحتلال بالرصاص واستهدافها بالعبوات الناسفة، وأكدت استمرارها في الكفاح على طريق تحرير فلسطين، وختمت بيانها بعبارة: لنرى من يحاصر من. وإلى الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، حيث أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف موقع رويسات العلم التابع للاحتلال مرتين. وأوضحت المقاومة أن العملية الأولى استهدفت الموقع عبر استخدام الأسلحة الصاروخية، ما أدى إلى إصابته بصورة مباشرة. أما العملية الثانية فاستهدفت فيها انتشارا لجنود الاحتلال في محيط الموقع نفسه. كما أعلنت المقاومة استهداف أحد المباني في مستوطنة أفيفي. يا أبو عبد الله، ومع تكشف مزيد من القدرات العسكرية التي بحوزة حزب الله، حذر خبراء من امتلاك الحزب تقنيات متطورة في استخدام أسلحة متقدمة. كما أكدوا أن هذه التقنيات قد تمثل مفاجآت للجيش الإسرائيلي في أي حرب واسعة معه. هذا التقرير لمنى الإسماعيل. فيما تحول الوضع في مستوطنات الشمال المحاذية للحدود مع لبنان إلى معضلة يصعب حلها، تشغل قدرات حزب الله المتطورة التي ظهرت في هذه المواجهة بال المؤسسة الأمنية والعسكرية، مع طرح خبراء عسكريين سؤالا جوهريا لا إجابة لديهم عنه حتى الآن، وهو: كيف تحول عناصر حزب الله إلى قناصة مهرة على رغم الظروف الجوية الضبابية في استخدام الصواريخ المضادة للدروع وإطلاقها؟ حزب الله نشر فيلمين مقلقين جدا يدلان على قدرة متقدمة جدا يمتلكها لم ينشر عنها في الإعلام من قبل، حيث يظهر قدرة على إطلاق صاروخ مضاد للدروع يشبه صاروخ سبايك أو صاروخ جيل الإسرائيلي، ويوجهه إلى وسائل المراقبة في مواقع وقواعد الجيش بصورة دقيقة، وهو أمر فريد لم نره من قبل في الصواريخ الأخرى المضادة للدروع. توجد منطقة كاملة مشلولة بسبب قصف الصواريخ المضادة للدروع. سكان كريات شمونة يائسون وينظرون من بعيد كيف تقصف مدينتهم، فيما باتت عائلات تعاني مشاكل نفسية، والشبان يعانون ضائقة وزيادة في تناول الكحول والخوف والكآبة.
حرب الأدمغة الدائرة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي كما يصفها محللون إسرائيليون أدخلت الجيش في حيرة من أمره، مع استخدام حزب الله تقنيات جديدة في استهداف المواقع العسكرية الإسرائيلية بنحو مباشر وعلى بعد كيلومترات عديدة، وأشعل الضوء الأحمر لدى قيادة الجيش الإسرائيلي مما ينتظر إسرائيل من مفاجآت إذا دخلت في مواجهة أوسع مع حزب الله. الساحة الشمالية متطورة من حيث الكمية والنوعية والسلاح الموجود فيها، وقدرة حزب الله على القصف الدقيق من حيث المدى أيضا. محللون أشاروا إلى أن ما يحصل في الشمال ليس سوى جزء من القصة، وأن كل ما يدور على الحدود حتى الآن هو مجرد برومو عما يمتلكه حزب الله ويحضره للجبهة الداخلية الإسرائيلية. منال إسماعيل، الميادين. وإلى إيران، حيث كشفت وزارة الأمن الإيرانية عن أكبر عملية استخبارية ضد المجموعات التجسسية والأمنية التابعة للموساد الإسرائيلي في إيران و28 دولة. الوزارة تحدثت عن رصد واعتقال عدد من الجواسيس في طهران وبعض المحافظات. هذا التقرير لمالك عابدة. صيد استخباري ثمين، هكذا وصفت إيران إنجازها الأمني. كيف لا، وهو الأكبر والأضخم من نوعه ضد إسرائيل بحسب ما كشفت عنه وزارة الأمن الإيرانية. لم تخض إيران في تفاصيل زمان ومكان وكيفية اختراقها الأمني للموساد، واضعة إسرائيل وجواسيسها أمام مأزق أمني. هذه العملية نوعية ومهمة، يعني يتم الكشف على شبكات الموساد الصهيوني في 28 دولة وفي داخل الجمهورية الإسلامية. هذه الشبكات شبكات تجسسية، شبكات إرهابية تخريبية، وإلى جانب ذلك يعني يتم الكشف عن منشآت حساسة للعدو الصهيوني والداخل يعني الأراضي المحتلة. حصول إيران على معلومات حول منشآت عسكرية وتسليحية واستراتيجية سرية لإسرائيل يضاعف أوراق ضغط طهران وحلفائها في مواجهة تل أبيب وواشنطن، كما يشكل ضربة قاسية لحكومة نتنياهو بعد النكسة التي تعرض لها جيش الاحتلال في 7 أكتوبر. هذه كانت عملية كاملة متكاملة، وباعتقادي يعني أن هذا في النهاية سيؤدي إلى تغييرات مهمة داخل المنظومة الأمنية الصهيونية، وباعتقادي يعني أن الصهاينة كان لا يتوقعوا بأنهم يوما يتلقوا مثل هذه الضربة الموجعة، ولكن هذا كان إنجاز كبير. مرة جديدة تظهر إيران قدرتها في حرب الظل مع إسرائيل، مؤكدة جاهزيتها وامتلاكها من الأدوات ما يمكنها من إفشال أي مشاريع إسرائيلية معادية لإيران. فيما يرى البعض هنا أن كشف وزارة الأمن الإيرانية يمثل رسالة ردع استخبارية إيرانية، يرى فيه آخرون إنجازا إيرانيا وفشلا أمنيا إسرائيليا. ملك عابد، طهران، الميادين. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكين سيزور السعودية ومصر وقطر وتل أبيب والضفة الغربية من الأحد إلى الخميس المقبل. الخارجية قالت أن بلينكين سيواصل ما وصفته بجهود التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين، ويضمن كذلك أو يتضمن هدنة إنسانية تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية على نحو مستدام ومتزايد إلى المدنيين في غزة، وسيواصل كذلك العمل لمنع انتشار الصراع مع تأكيد اتخاذ واشنطن خطوات مناسبة للدفاع عن أفرادها وما سمته الحق في حرية الملاحة في البحر الأحمر. أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الثوابت الفلسطينية في دراسة المقترح الجديد لوقف إطلاق النار. وفي اتصال هاتفي شدد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية والأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالي على أن أي مفاوضات يجب أن تفضي إلى إنهاء العدوان كليا وانسحاب جيش الاحتلال إلى خارج غزة. وهنية والنخالي تحدثا عن ضرورة رفع الحصار والإعمار وإدخال جميع متطلبات الحياة إلى القطاع وإنجاز صفقة تبادل متكاملة.
المواقف نفسها شدد عليها نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر في اتصال مع هنية، وأكد على وجوب أن تفضي أي مفاوضات على إنهاء العدوان كليا وعودة النازحين إلى مساكنهم ورفع الحصار والإعمار وإدخال كل متطلبات الحياة. وفي المقابل نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير موافق على عدد من الشروط المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى في غزة. ونقلت هذه الوسائل عن نتنياهو قوله أنه لا يمكن السماح بوقف الحرب ولا بإطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى عدم إمكان سحب الجيش من القطاع. هذه المواقف تأتي فيما لا تزال إسرائيل تتخبط بالعديد من الأزمات، ومن بينها الأزمة الاقتصادية التي فاقمتها هذه الحرب وكشفت وهم الاستثمار الآمن في إسرائيل. مريم عثمان والتفاصيل. الاقتصاد الإسرائيلي أمام مأزق حقيقي قد يستمر سنوات، والعدوان على غزة أنهى وهم الاستثمار الآمن في إسرائيل. في تقرير الاستقرار المالي السنوي أكد البنك المركزي الإسرائيلي أن تأثير الحرب على غزة بات محسوسا في جميع القطاعات الاقتصادية ويمثل مخاطر رئيسية رغم التدابير التي اتخذت لتفادي صدمة الحرب. تقارير غربية تؤكد أن الكلفة المرتفعة للحرب وتداعياتها المالية ربما تستمر لسنوات على الرغم من التطمينات التي تصدر عن الجهات الرسمية في تل أبيب، فيما ترى مؤسسة راند الأمريكية أن التكاليف الاقتصادية للحرب على غزة يمكن أن تتسبب في خسارة إسرائيل نحو 400 مليار دولار من النشاط الاقتصادي على مدى العقد المقبل وتهدد مستقبل إسرائيل الاقتصادي. وهذا الرقم أكبر بكثير من تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية لكلفة الحرب البالغة 51 مليار دولار. ويقول تقرير راند إن 90% من الصدمة الاقتصادية لإسرائيل ستأتي من التداعيات غير المباشرة على الاقتصاد المتمثلة في انخفاض الاستثمار واضطراب سوق العمل وتباطؤ نمو الإنتاجية وارتفاع حجم الدين الخارجي وارتفاع كلفة الاستدانة الجديدة وهروب الاستثمارات من السوق الإسرائيلية. أمام التداعيات الاقتصادية للعدوان على غزة والفشل الإسرائيلي في تحقيق أي إنجاز ميداني على الأرض، يتبع جيش الاحتلال سياسة المجازر والتدمير الممنهج والتهجير بحق الفلسطينيين، وقد بدأ في الأسابيع الأخيرة بتوسيع ظاهرة إحراق منازل المدنيين في قطاع غزة بأوامر من ضباط القوات الموجودة في الميدان لضمان عدم عودتهم إلى منازلهم. بحسب صحيفة هارتس الإسرائيلية، يحرق الجنود الإسرائيليون البيوت والمباني مع الحرص على إبقاء النيران مشتعلة في محتوياتها وجعلها غير صالحة للسكن من جديد أو الإصلاح في وقت لاحق، وهو أسلوب كثفته قوات الاحتلال في غزة خلال الأيام الأخيرة متجاهلة قرارات محكمة العدل الدولية التي ألزمت إسرائيل باتخاذ تدابير طارئة أهمها منع أي أعمال تدميرية يمكن إدراجها ضمن جرائم الحرب والإبادة الجماعية. احتمالات الانسحاب الأمريكي من سوريا تستند إلى عوامل ميدانية بدلت المشهد شرق الفرات وفي التنف. أكثر من 150 استهدافا طال القواعد العسكرية نفذته المقاومة وأوقع إصابات بين الجنود الأمريكيين. هذا التقرير لمحمد الخضر. 900 جندي أمريكي في 20 قاعدة ونقطة داخل الأراضي السورية أمام مصير مجهول. الجدل الأمريكي الداخلي حول جدوى البقاء في سوريا عاد إلى الواجهة مجددا. جدل بدأه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2019 ويكمله اليوم البيت الأبيض ووزارتا الخارجية والدفاع بحسب تسريبات إعلامية. لكنه انسحاب يستند اليوم إلى تطورات ميدانية بدلت مشهد الهدوء شرق الفرات لتوقع إصابات مباشرة في صفوف القوات الأمريكية. في ظل وجود أكثر من 20 قاعدة أمريكية اليوم تتعرض بشكل شبه مستمر لضربات المقاومة ويتم نقل الجنود الأمريكيين من قاعدة إلى أخرى، أعتقد أن هذا الأمر غدا دافعا للولايات المتحدة
أن تبحث عن مخرج ضمن هذه التوافقات الإقليمية. على الأرض حافظ الأمريكيون على حضور يومي شرق الفرات، دوريات اعتيادية وتعزيزات عبر الحدود مع العراق وتدريبات مع الوحدات الكردية، على رغم تعرض قواعدهم لعشرات الهجمات منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي، واقع أجبرهم على تنفيذ انسحابات بين قاعدة وأخرى وتعزيز نقاطهم بأجهزة رصد ودفاع جوي متطورة. قصد تشكل جيشا بديلا لأمريكا تم تغذيته بكل أنواع الوسائط السلاح والقتال، يمكن لها أن تستمر أمريكا تستمر في المنطقة بوجودها في قسد من خلال قسد، وأيضا من خلال المجموعات الإرهابية الأخرى الموجودة في الشمال وفي الشرق وفي الجنوب السوري وفي كل هذه المناطق وفي الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا. حضور أمريكي مستمر أيضا عبر الإشراف المباشر على عشرات آلاف المقاتلين المنضوين إلى راية قوات قصد شرق الفرات والآلاف غيرهم ضمن فصيل ما يسمى جيش سوريا الحرة في قاعدة التنف. فكرة الانسحاب الأمريكي من سوريا ليست جديدة في أروقة السياسة والأمن الأمريكية، لكنها تأخذ بعدا أعمق مع بدء دفع الجنود الأمريكيين ثمن بقائهم بالأرواح والتجهيزات. محمد الخضر، دمشق، الميادين. خروج يمني مليوني جديد في صنعاء والمحافظات اليمنية الأخرى استجابة لدعوة السيد عبد الملك الحوثي تحت شعار مع غزة ملتزمون حتى النصر. المشاركون هتفوا الموت لأمريكا ولإسرائيل، وأكدوا كذلك استعدادهم الكامل وجاهزيتهم العالية لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. من صنعاء، أحمد عبد الرحمن. بصوت واحد يتردد صداه في أرجاء العالم يهتفون غير مبالين بالحرب عليهم. ومن هذا الميدان الكبير جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء، كما هو الحال من كل ساحات اليمن وميادينها، يجدد اليمنيون العهد مع غزة ملتزمون حتى النصر. نحن اليوم خرجنا مع غزة ومع الأقصى ومع أخواننا المستضعفين في غزة، ونحن صامدوا حتى النصر أو الشهادة. قواتنا الصاروخية وطيراننا المسير وقواتنا البحرية، أقول لهم أضربوا بيد من حديد، لا ترحموهم، أضربوا القوات البريطانية والأمريكية حيثما وجدتموهم، أخرجوهم من بحارنا، ونحن وهذه الملايين ما خرجت إلا لتفوضكم من أجل أن تخرجوا أولئك الأنجاز. بلا تعب ولا وهن يلبي اليمنيون نداء السيد عبد الملك الحوثي إلى الخروج المليوني الأسبوعي، بما يؤكد للأمريكي أن كل ضربة يمنية يقف وراءها شعب يخرج بالملايين كما قال قائد أنصار الله، وتعززه هذه الحشود الهائلة. عهدنا لمواصلة الصمود الأسطوري من أجل غزة، من أجل فلسطين، من أجل المقدسات الإسلامية، أن نحررها بإذن الله سبحانه وتعالى من العدو الغاصب المحتل. وأنا أقول لهم والله والله إن هذا الشعب المليوني لن يترككم وحدكم، إلى جانبكم في كل المجالات، رجالنا في البحرية إلى جانبكم. بيان المسيرات الشعبية اليمنية دعا الشعوب العربية والإسلامية إلى الضغط على حكوماتهم لإيقاف مد الاحتلال الإسرائيلي بالبضائع، وأكد المحتشدون استمرارهم في الأنشطة والإعداد القتالي لخوض المعركة المقدسة، مباركين عمليات القوات المسلحة اليمنية. نبارك العمليات العسكرية لقواتنا المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي في استهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن إخواننا في فلسطين. ضغط شعبي يمني يتسع من أجل مزيد من العمليات اليمنية البحرية ورفع سقف الموقف العسكري المترجم لإرادة الجماهير وتطلعاتها في الدعم والإسناد والمشاركة المباشرة في المعركة. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين.
وإلى الأردن. ودعما لغزة جابت مسيرة مركزية وسط العاصمة عمان تحت عنوان تقويض الأونروا لن يمر، لا للتجويع لا للتهجير ونعم لحق العودة. المشاركون في المسيرة الحاشدة رفعوا الأعلام الفلسطينية وشعارات الداعية إلى وقف العدوان، ونددوا بوقف بعض الدول تمويلها وكالة الأونروا. وإلى البحرين، حيث جدد أهالي منطقة الدراز نصرتهم لفلسطين على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها السلطات البحرينية. وقد ردد المصلون في مسجد الإمام الصادق في مدينة الدراز هتافات منددة بإسرائيل وبالولايات المتحدة الأمريكية. وعقب صلاة الجمعة انطلق البحرينيون في مدينة الدراز إذن في مسيرة شعبية على وقع الهتافات المنددة بالعدوان على غزة وبعمليات التطبيع مع كيان الاحتلال. حفل تكريمي للإعلاميين نظمته العلاقات الإعلامية في حزب الله برعاية وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري، وذلك تحت عنوان إعلاميون على طريق القدس. يأتي هذا الحفل التكريمي للإضاءة على دور الإعلام في نقل الصورة وتقديرا لجهود الإعلاميين وثباتهم في الميدان رغم المخاطر. حسين السيد والتفاصيل. إعلاميون على طريق القدس، يعكس الشعار أهمية التغطية الإعلامية في جبهة جنوب لبنان وغزة. على الرغم من استمرار المعركة، اختارت المقاومة الإسلامية في لبنان وبرعاية من وزير الإعلام اللبناني تكريم الإعلاميين المشاركين في تغطية المعركة في جنوب لبنان والقنوات الإعلامية التي واكبت طوفان الأقصى منذ اللحظة الأولى، وشهدا الميادين فرح عمر وربيع المعماري كانا على رأس اللائحة. نقلتم بطولات المقاومين وصبر عوائل الشهداء وتمسك الجنوبيين بوطنهم بقدرهم النهائي، وقد اختار الله بعضكم شهداء، فكان عصام عبد الله أولا ثم فرح عمر وربيع معماري. ليس مستغربا استدراج إسرائيلي ما يزيد عن 100 إعلامي إلى كمائن الموت، وللبنان حصة بحيث تربع عصام عبد الله وربيع معماري وفرح عمر على لائحة أشراف الأمة خلال مرابطتهم على حدود القدس. يسلط تكريم الإعلاميين في بيروت الضوء على أهمية الصورة والكلمة في إبراز رواية أهل الأرض وأصحاب القضية في وجه محاولات التحريف وتزييف التاريخ. زدت الدور هذا الإعلام الذي على الجبهة والمقاوم اللي على الجبهة، لأنه الإعلام اللي على الجبهة عم بفرج الحقيقة بالصوت والصورة باللحظتها بالمباشر، وعم بخاطر بحياته كرمال ينقلنا هذه الصورة الحقيقية. افتخر أنه بعد 4 أشهر من تغطيتنا للعدوان، تغطية الميدانية واللي تعرضنا فيها لكثير من المخاطر وتشاركنا نحن وياكم بكثير من المواقف، بفتخر أنه هذا الصوت اللي حاولنا نوصله وصل. أمام كل المخاطر التي يواجهها الصحفيون مع عدو مجرم لطخ يداه بدماء زملائهم، يؤكد هؤلاء الزملاء ثباتهم في الميدان. هم في الجبهة إعلاميون ينقلون الواقع كما هو، وصورتهم من الميدان تغلب رواية الحقيقة على زيف الادعاءات الإسرائيلية. حسين سيب، بيروت، الميادين. اللوبي الإسرائيلي يتحرك في سويسرا ضد المنظمات الناشطة دعما للفلسطينيين بتهمة معاداة السامية، والمنظمات ترد باستمرار التحركات، ومدينة لوزان تشهد تظاهرة حاشدة للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية. هذا التقرير لموسى عاصي.
من مدن سويسرية عديدة توجه الآلاف من المتظاهرين إلى مدينة لوزان، حيث التجمع المركزي للتنديد بجرائم الإبادة التي تضاعف حجمها رغم صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي طالب إسرائيل بوقفها. المتظاهرون الذين جابوا شوارع المدينة ليلا بالأعلام الفلسطينية أكدوا مواصلة تحركهم الأسبوعي طالما واصلت إسرائيل جرائمها بحق الفلسطينيين. إسرائيل لا تحترم أي قرار، لا من الأمم المتحدة ولا من المحكمة الدولية. هي دولة مجرمة، ونحن سنواصل تحركنا إلى جانب شعب غزة. الرأي العام السويسري يوثق بدوره اعترافات المسؤولين الإسرائيليين بنياتهم إبادة الفلسطينيين. إسرائيل تخوض حربا تقول إنها مقدسة، وهي تستند بحسب ما قال نتنياهو إلى ما جاء في كتابهم عن إبادة العمالقة، رجالا ونساء وأطفالا وحيوانات، يريدون القضاء على الفلسطينيين هكذا. اللوبي الصهيوني في سويسرا يضغط بشدة على منظمي تظاهرات دعم الفلسطينيين، وتهمة معاداة سامية جاهزة دائما لوسم أي معارض للجرائم الإسرائيلية. اللوبي الإسرائيلي شن حملة على منظمتنا واتهمنا بمعاداة السامية، علما بأننا نتحرك للتنديد بالجرائم الإسرائيلية وندعو إلى الالتزام بالقانون الدولي. نحن سنواصل نشاطنا وسنرفع دعوى عليهم. وتحية لليمن من لوزان. هاي رسالة لإخواننا أنصار الله اللي أثبتوا إنهم حقا أنصار الله. أنتم شعلة نور في هذا الظلام الدامس في الوطن العربي كامل، فلا تخذلونا. المتظاهرون اتهموا المستشار الفيدرالي السويسري إغناسيو كاسيس المعروف بدعمه المطلق لإسرائيل بالتواطؤ في أعمال الإبادة وطالبوه بالاستقالة. رغم هجوم اللوبي الصهيوني في سويسرا، تواصل المنظمات الداعمة للفلسطينيين تحركاتها بهدف الضغط على الحكومات التي ترفض حتى الآن التخلي عن دعمها لإسرائيل رغم الإبادة الجماعية التي ترتكبها ورغم قرار المحكمة الدولية بهذا الشأن. بصعاص لوزان، الميادين. وبهذا نختم هذه النشرة. للمزيد مشاهدينا زوروا صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية كذلك. إلى اللقاء.